محمد أشرف المخلوقين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. روى إمامنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام اقتوا يوم الجمعة فقد لغوت. وفي حديث آخر: ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا رحمكم الله، أنصتوا رحمكم الله، أنصتوا يغفر لي ولكم الله. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله، صلى الله عليه وعلى وسلم. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي
حي على الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله الحمد لله شاكرا، الحمد لله حمد شاكر لأنعمي، والشكر له سبحانه شكرا معترف بفضله وكرمه. أشهد أنه الله لا أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له في الذات والأفعال والصفات، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وسلم وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار ما تعاقب الليل والنهار. أما بعد، قال الله تعالى في بمحكم كتابه: إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. صدق الله العظيم. أيها المؤمنون، إن الإسلام الحنيف أعطى منزلة خاصة للتواصل والتعارف والتبادل والتناسح، فخلق الله تعالى الخلق شعوبا وقبائل، وأخبرهم أنه إنما جعلهم كذلك ليتعارفوا ويتواصلوا. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، فإذا اشتركت من هذه الأمم
أمم في توحيده والإيمان برسله، أوجب سبحانه معاملتهم بالرفق واللين والكلمة الطيبة. قال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، وقال ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وإذا اجتمعت الأمة على توحيده والإيمان بخاتم أنبيائه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أوجب عليهم إذ ذاك النصح لهم. قال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمته ولأئمة المسلمين وعامتهم. وحرم القطيع بينهم، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. وحرم على المؤمن أن ينظر إلى أخيه المؤمن بعين الازدراء والتنقيص، فقال: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. وأوجب عليهم صلة أرحامهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. ولا شك أن الرحم رحمان، رحم نسبية بين الإنسان وأهل والديه وأقاربه وعشيرته، ورحم سببية يرحم الدين الإسلام الحنيف التي تجمع بين المؤمنين. وها هنا وها نحن في هذا اليوم المبارك الأغر، يوم الجمعة العيد الأسبوعي للمسلمين، نشهد فصلا ميمونا مباركا من فصول هذه الصلة الكريمة التي هي من مكارم الدين التي وفق الله لرعايتها عباده المخلصين، حيث شهدنا طلعة الشريف الإمام الملك الهمام أمير المؤمنين محمد السادس أعز الله أمره وخلد في صالحين ذكره، حيث جاءنا ضيفا كريما عزيزا يحيي سنة جده المصطفى صلى الله عليه وسلم، فيصل رحما وثيقة ويحيي صلة دينية روحية عريقة، متفقدا حال المؤمنين في هذه الربوع، سائلا عن أمرهم، مهتما لشأنهم، جالبا للخير لهم بحضوره المبارك الميمون. فنسأل الله تعالى له الجزاء الموفور والسعي المشكور، وأن يجازيه سبحانه عن المسلمين خيرا، وأن يحفظه ويحفظه ويعين رئيس جمهوريتنا الحسن وترى، ويوفقه لما يحبه ويرضاه. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبسنة سيد المرسلين، وبارك لي ولكم في كل خير منه، آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Chers frères et sœurs, comme vous le savez, l'islam accorde une place importante aux relations humaines en termes de communication, en termes de connaissances mutuelles, d'échange et d'entraide. C'est dans cet esprit qu'en ce grand jour béni du vendredi, fête hebdomadaire des musulmans, nous vivons un épisode heureux et béni de cette noble relation qui est l'un des bienfaits de la religion et que Dieu a bien voulu établir entre ses fidèles adorateurs en les couvrant de sa sollicitude. Nous avons ainsi assisté à l'arrivée de l'imam shérif, le roi et commandeur des croyants, Mohammed VI, que Dieu l'assiste dans son action
et que sa mémoire soit pérennisée parmi les fidèles vertueux. Il est venu parmi nous. Il est venu parmi nous comme notre cher et auguste hôte. Pour renouveler la coutume de son grand-père, le prophète élu, que la prière et le salut soient sur lui. Pour rendre visite à sa famille que nous sommes, renouveler des relations religieuses et spirituelles anciennes, s'enquérir des conditions des croyants dans cette contrée de Côte d'Ivoire, s'informer de leur situation, car il accorde un intérêt particulier à leurs affaires et appelle de tous ses voeux qu'ils soient couverts de bienfaits à l'occasion de sa visite bénie. Nous implorons Dieu, le Très-Haut, qu'il lui accorde une généreuse rétribution, que ses efforts soient reconnus et qu'il le récompense au nom des musulmans, qu'il le préserve et qu'il préserve et assiste le président de notre République, son Excellence Alassane Ouattara, et qu'il lui assure le succès dans l'accomplissement de ce qui lui est, de celui qui l'agrée. Que Dieu nous accorde ses bienfaits à travers le noble Coran et la Sunna du Seigneur des apôtres. Que Dieu bénisse nos pas dans l'accomplissement des bonnes œuvres. Louange à Dieu, Seigneur de l'univers. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa sa'il kulli muslimin kulli zan fastaghfirunahu wal ghafurur rahim. Awamba den salamou ambe kalu nambare srobi noye marok masate yambe do ukaye alama sabatila alama amena jamana kuna alama jamana sabatila bulu ambe do uke fana anga president inu arasani alama nyuma salama alama fransela alhamdulillahi almunfard bil baqa المنزه عن الحدوث والفناء احمده حمد المعترف بالعجز والتقصير المغترف من بحار فضله وعطائه الغزير والصلاه والسلام على سيد الانبياء وامام الاصفياء سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اله المطهرين وصحابته ائمه الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين آمين. أما بعد، فإن اللسان ينعقد عن التعبير عما يخارج الضمير من الفرح والسرور الموجب لشكر الله تعالى الذي أقامني هذا المقام في هذا اليوم المشهود الغر، فلا نملك إلا أن نجزل الشكر لأمير المؤمنين نصره الله على ما يقوم به ويتولاه، ونحمد الله تعالى الذي أقامه فينا هذا المقام حتى تملينا من طلعته وشهدنا من بركات جده ووراثته، فنشكره جل شأنه على ذلك شكرا كثيرا، ونسأل سبحانه ضارعين أن يحفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وشماله ومن فوقه وتحته ومن أمامه وخلفه، وأن يجعله في معزة أسماء الله تعالى مشمولا بالعز والعناية واللطف والكرامة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك لبلدنا ولبلد ولكل بلاد الإسلام السعادة والسكينة والاطمئنان. اللهم بارك لنا في أوطاننا وقواتنا وفي ذرياتنا وأزواجنا، وارحم آباءنا وأمهاتنا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر
أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر، سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر، سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. سبحان ربي العظيم وبحمده، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله عدد ما في الله العظيم الكريم وفضائله، ورضا أصحابك يا سيد يا رسول الله. اللهم آمين يا رب العالمين، اللهم آمين يا رب العالمين، اللهم آمين. الحمد لله رب العالمين، فاتحا ولداشا، محبسا وكافة المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم، سيدنا ومولانا سلطان، اللهم انصر وبارك في أمره،
اللهم اصلح به وعلى يديه، اللهم وفقه الخير وعين عليه، اللهم كن له وليا ونصيرا. الحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.